ليس لديك كلمة حق لا إله إلا الله، هل هي كلمة حق أم كلمة باطل؟ لازم الواحد يتكلم بالسياسة، يسب الحكام، يسب محمد بن سلمان، يصير علامة. والله في بعض الناس يا إخوة سب له محمد بن سلمان يقول لك هذا الذي يقول الحق، ما شاء الله. ممكن تتسبه بالباطل، ممكن تتسبه لسبب باطل وليس لحق، يقول لك والله هذا ما يصدع بالحق لا يخاف في الله لومة لائم. وأنا ماني خايف محمد بن سلمان، يعني إذا سبيته ما راح يأثر علي، شعرة من لحيتي ما يستطيع الوصول إليها، لكن ليس هذا المعيار يا أخي، ليس هذا المعيار أن آتي وأسب فلان ولا علان. أنا أتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، عندك شيء تسألني في دين الله أجيبك. لا، وفي طرف آخر تسب له أردوغان يعني يكيف عليها، تسب له محمد بن سلمان ما يكفرك أو يفسقك، فحسب تسب له من عشان يقول عنك عالم تقول الحق ما شاء الله عليك. ليس هذا العلم. أي واحد الآن أجيب لك واحد من الشارع يسب محمد بن سلمان من أكبر جد من جدوده لحتى آخر ولد من أولاده، ليس هذا هو معيار قول الحق. بل بعض الناس يخاف منك ومن أمثالك أكثر مما يخاف من محمد بن سلمان. محمد بن سلمان إيش بده يأثر علي يا أخي، هو ولا غيره؟ بعض الناس يخافون منكم أنتم المتابعين، يخاف أنه يفقد متابعيه فيقول الذي يرضي المتابعين. إيه صدقني،